السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في جولة بين الحقول. هذا هو الريف المصري اليوم 3 مايو 2020. أحد المزارعين قام بزراعة الباذنجان شتلا، كما نشاهد هذه هي شتلات الباذنجان. طبعا كلنا نعلم أن الباذنجان من نباتات الخضار الشعبية المحببة لدى معظم المصريين، حيث تصنع منه الأكلات الشعبية. والمزارع لم يفته أن يقوم بزراعة بعض شتلات الخضر زي هذه شتلات الكرنب، وهذه نباتات البامية، هذا هو الريف المصري الرائع. أحد المزارعون هنا قام بدراسة القمح ثم التزريع اللي هو فصل القمح عن التبن. يبقى ما نشاهده هذا هو التبن. التبن هو بقايا عيدان القمح، وهي علف متميز للأبقار والجاموس، حيث يضاف إليه عليقة يعني كما نسميها الكزب. هذا هو التب، وهذا هو الريف المصري الرائع. محمد عبد الوهاب كان يغني محلاها عشت الفلاح. فعلا محلاها عشت الفلاح لولا أن الإيجار يفرض على المزارعين بصورة عشوائية ليست له ضوابط. أغلب المزارعون مستأجرون وليس ملاك، فيعانون من ارتفاع الإيجار. لكن الفلاح بالطبيعة بالعيشة بالبيئة الجميلة دي يمكن أن نقول محلاها عشت الفلاح، لا ينقصها إلا أن يكون المالك يرأف بالمستأجر أو صغار المزارعين أو المزارعين غير الملاك. هذا ما لدينا، ونشكر حسن المتابعة.